السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا تحت عند ابو الهول. احلى حاجة المعابد الاثرية القديمة دي والنقوش الهيروغليفية الجميلة دي، من الصعب ان انت تلاقيها في اي حتة غير مصر. قوس الشمس ده هو اللي زوج نحين جميل. عامل ايه؟ انت صور يا عم. الحتة دي مش محظورة ولا حاجة، اي حد يخش يقدر يصورها. يلا لا انا مستنيه، انا جاي لك يا حبيبي. تعال انت، تصوير المنطقة دي محظور.